الله يسترنا سبحانه. كما ذنوبنا من خلوات كثير كثير، ذنوب ذنوب في الخلوات كثير، لم يفضحنا، هل فضحنا الله؟ هل فضحنا؟ لا. قال ابن القيم: الله يسترنا، الله قبل نادينا يسترنا. قال ابن القيم: الله يسترنا ثم ينادينا ثم يغفر لنا ثم يحبنا ثم يبدل ذنوبنا إلى حسنات. ما أكرمك يا الله سبحانك، ما أكرمك يا الله كريم سبحانك كريم.